انا بقى هروح شيلين ده. مجرد ان هو يعبر يا جماعه بس يعبر عن هو ايه يا بنتي هو بيقرا اللي على مخاشه يا عم خان ورد يبقى انا اول واحد حرام عليك ايه ده؟ ايه ده؟ انا فاكر كاتب بتاع لسه فكر لا بس على فكره استاذ سعيد توزيعك للحمر على البتاع ما كانش قد التوفيق. هو انت عملت ايه دلوقتي الرخامه كانت قول لي ليه؟ قول لي ليه؟ السيكر يا حبيبي بيزنك السيكر؟ بص لا حجم ليا قليل لو زاد مد مرة ادراع من بعض صحيح بعض ماشي؟ لكن ده حجمه تخيل تقدر ان انت بتزوده بقى من مد عشان يظهر بس استنى بقى استاذ سعيد هو انت اللي عامل ايه دلوقتي؟ بس انا تعبت قوي ما عملتش لوحدي اه فعلا انت يعني انا عايز اتكلم استنى يا جماعه حاول تسيبني ازغي كيميكي الفنون الشعبيه ما تقدرش اللي هو بص اخوكوا ايه يعني عيب عليك بس انا عملت في الاتحاد اصلا فاشل محدش اشتراه اه واحد في الاتحاد اهو مين؟ امين لا مش انا مش تعرف مش ولادك كلهم بقوا معانا في الاتحاد انتوا عاملين ولادي اه مش فكر انحرف وضمناه معانا ولاد راح اصلا جامعه ضموا لينا الاتحاد السنه دي احنا ولادك احنا على خير بس ان شاء الله والله ما كده ليه نفس الحاجه اللي احنا عملناها على السكر نزل لا مش في كل حته انت حسب توزيعك حسب توزيعك مدمر طب حبرها لنا كده استاذ حسب توزيعك مدمر بصوا يا جماعه الحاجات الرفيعه ديت انا ما كترش فيها مد النار ليه بقى؟ لان لو كترت بتاخد الرخام هتروح معجونه في بعضها ماشي لكن ديت كبيره طب نقص ديت مميزه فبتدي انا اعمل ايه؟ هبص شغل عادي جدا واهم حاجه قبل ما نكحلها قلنا ايه او نلونها لازم نعمل ايه يا جماعه؟ نشفها كويس جدا بس ماشي معاه؟ ماشي معاه؟ تعمل لبس كده انا اقول لك المره في الدنيا احمد عايز شمال صح؟ كله ماشي 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 كله ايوه مين معي؟ انت مين؟ انا واحد عشان مش كده؟ بحاول ان انا اميزها الحاجات اللي انا بعملها ديت اهي المفروض دي تبقى الوان يا استاذ بقى بصي البرواز انا لو احنا دلوقتي اللون موجوده احمر واصفر ماشي احنا نعمل الكلام اسمر والزخرفه احمر والمنقرشه مين عمل دي احمر؟ اسمر واحد كده كان واقف واحد صحيح على بعض يا سعيد ها؟ صحيح على بعض ما صحيح على بعض واساس ان ده صغير هو ما اتمرزت فيها شويه بس طب بس ممكن انا قاعد الناس ما قاعد يا عم قاعد يا عم يا الناس يلا ماشي طب وقعد شوف اللي قاعد ده خلوها تكمل يا خد ده خد ده استاذ سعيد